قصير. من هسه لبس قصير ممنوع؟ لبس قصير ممنوع، اصحاب كثير ماكو، ما اقبل، ما عندك اصدقاء، وتسمعين كلامي بكل شيء لازم. انا عملي صرت السيد. انا مو السيد، ولكن انا لازم كل شيء تشاركيني، تسمعين كلامي، تكوني مطيعه، وماكو اصحابي، وماكو لبس قصير، وماكو مجهوله، لازم كل شيء اعرف. كله ماكو. ويجي يوم يكون اكو، بس مو هسه، لازم شويه اشد عليك. بصي حورية، بيقولوا انه الفيديو ده ملوش الا اتنين دليلين او معنيين، اما الخطوبة دي كانت حقيقية او انك شريكة معاه في هذه التمثيلية وبمزاجك، اي فيهم ملهاش تالت الا اذا كان هو استغلك واستخدمك. بقى انتوا بتعملوا فيديو بتهزروا. لا هو كان، معلش اختاري واحده من الثلاثه، عشان ان هو كان هو اللي عمل الفيديو ده عشان يطلع ترند. وانت بموافقتك؟ لا انا ما كنتش اعرف. انا كنت فاكره ان كل ده هزار، كل ده هم بيحطوا الكاميرات وبيحطوا الحاجات، واحنا عشان ناس كتيره فقعدنا في البلكونه، وانا البلكونه بتاعتي على نادي الجزيره، فالمنظر حلو قوي، فكان بيسجل. وبعدين قلت كلمتين بالخليجي كده، فهو ابتدى يتكلم بالخليجي، فحتى برد عليه بالخليجي، كان هزار، ما كنت انا اول مره في حته اشوف، ما شفتوش عمري قبل كده خالص. فحصل اللي حصل. طب هو عمل كده ليه؟ عشان الترند، وهو فعلا طلع ترند. بعدين لما الناس تساله انت ليه تقدمت لها على الهوا، يقول لهم اصل انا كنت بكبر بخاطرها. كنت بكبر بخاطرها؟ يا حرام، اصل انا غلبانه. طب انا عايزه اقول لك على حاجه، بس انت قلتي يعني كلام متناقض. مره قلتي انه كان بيهزر، ده انا سمعتها. أيوة. ومره قلتي انه كان بيعيط وبيترجاكي عشان تقبليه. انا عمري ما قلت بيعيط ولا اقبل، وهاتي لي اللي قال ده دلوقتي، يا اما في فيديو ليا هاتيه. عمري ما قلت الكلمه دي ولا هقولها اصلا. انا راجل. حط لها الخبر. طيب صوت يا ريت، انا عايزه بكى بدل الدموع دم. حيث ارتباط نزار الفارس بحورية فرغلي، خلي بالك صدى البلد. يعني موقع محترم جدا جدا. وعنده مصداقيه، فاكيد ده اتقال على لسانك. اقسم بالله انه ما اتقال على لساني، ولو سمحت لو موجود انا عايزه اسمع. اهو انا ما اعرفش. موجود خبر؟ موجود فين؟ على انا قلت لمين كده؟ قلت لمين كده؟ اقري الخبر بقى وشوفي. يعني انت ما وصلكيش هذا الخبر؟ قوي 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 قوي. يعني ايه باكى بدل الدموع دم علشان يرجع لي؟ ايه الكلام ده؟ ايه ده؟ طب هو طلع رد على كلامك ده، ما شفتيش رده؟ لا ما شفتش رده، لان انا ما عملتش كده. قال ان الكلام ده مش حقيقي، وهو وكلمني على فكره، وكلمني من العراق مره. والله انا ما بقراش خالص السوشيال ميديا دلوقتي. قال لي يعني انت زعلانه، انت كويسه؟ وكان كويس جدا معايا. قلت له كل سنه طيب، وكان رمضان كريم وبتاع، وقفل الكلام ده من 4 5 ايام. قلت له والله العظيم انا ما اتكلمت خالص. انا كحورية كشخصيه. طيب يعني مش عارفه الخبر ده، ما فوجئتيش بيه دلوقتي؟ ايوه انا سمعته. ايوه طب ما زي ما سمعت اخبار كتيره قوي. طب ما حاولتيش ليه تكلمي الموقع وتقول لهم ازاي تنزلوا كلام مش على لساني، وده نزل على اكتر موقع مش موقع واحد. هو انا بقى حضرتك كل شويه حد يحط خبر غلط اقعد اكلمه؟ شوفي كده الفيديو ده. ده كان المفروض ان احنا خلصنا الحلقه، حتى لو كنت حطيتيه كنت هتسمعيه. قال لي انت عندك بتحبي ماجد المهندس؟ ايه؟ اسمعي. طب ما تخليني. ليه الكاميرا مستخبيه يا حوريه هنا؟ حبيبتي ده تصوير احترافي. يبقى هو ما كانوش ده عرض. يبقى هو كذب عليا وقال لي قطعوا على الكاميرات. انت متصوره انا ما اعرفش بروفيشنال، مش كاميرا. انا المفروض مش عارفه هنا انه البرنامج بيصوره. لا انا عارفه ان هنا خلاص باي باي، هم بيمشوا. هو عايز يسمعني اغنيه
ايه ماجد المهندس. يعني انت كانش عندك مشكله في ان تكون ده ختم الحلقه يعني بتاعتك؟ لا الحلقه خلصت اللي انا فهمته، الحلقه خلصت. ما كنتيش شايفه وانت ممثله وفنانه محترفه انه الكاميرات نور الاحمر مشغل والاضاءه شغاله؟ اولا انا في شقتي يا بنتي في مليون الف ناس، انا ما خدتش بالي خالص. انا اللي اعرفه قال لي خلص البرنامج وقام، ولما قام قعد يكتب حاجات على التليفون، وبعد كده راح وهو قايم قال لي تسمعي ماجد المهندس الجديد ده؟ قلت له انا ما اعرفه يعني ما سمعتلوش بس اعرف. فقال لي طب اسمعي كده، فابتدى شغال. فقال لي طب ممكن ما تكسفينيش وترقصي معايا؟ فحتى انا قلت بس انا لو وقفت انت هتبقى اقصر مني قوي يعني غصب عني لان هو اقصر مني. ف لا بس يعني الطول متناسب. ايه الطول متناسب؟ قلعتي الجزمه؟ هنا قلع الجزمه عشان تطلعي اقصر منه. ما هو راح للناس وقال لهم هي انا كنت بكبر بخاطرها عشان قال ما تقلي هتقدم لها على قال كده حقيقي. طب وايه رايك في الجمله دي؟ طبعا جمله عيب اصلا وحروب. انا طبعا انا لعيب وحروب. انا ردتها له قلت له انا وقف وافقت اني اقف ارقص معاك علشان اكبر خاطرك انت كمان. انت طلعتي في فيديو واتحاسبنتي عليه وقلتي ان انت واحده من ضحاياه، وبعد كده هو زارك وادالك بص على خدك اليمين واداكي بص على خدك الشمال وبقيتوا حبايب. جه واداكي ورده. ايوه ورده ومصر. وبعدين بقيتوا حبايب. لا ما بقناش. وفي عيد الحب. لا ما كانش اصدق بقى اللي انت قلتيه ده ازاي؟ كان يوم 4 حبيبي وحيد الحب 14/2 هو كلمني وكلم بقاله شهرين بيتكلم عايز ان هو يعتذر لي قدام الناس كذا مره. فقلت له خلاص انسى الموضوع وبتاع ارجوكي ارجوكي ارجوكي. قلت له طيب بس ما فيش كاميرات بقى ولا قال لي ولا حتى تليفون اتصور معاكي حتى. قلت له خدها التليفون مش مشكله. يعني انت عارفه ان هو جاي هيعمل فيديو ينزل في السوشيال ميديا؟ انا كنت فاكره ان هو فعلا انتوا الاثنين بقى عايزين تعملوا ترند. ترند ايه؟ انت بتكلمي واحده على فكره ما ببصش على الترند خالص. يعني انا ليه هو في حد بيكره الترند؟ لا مفيش حد بيكره الترند بس بكرهت كذب. بتكرهي الترند؟ كذب. هو اصدق حاجه صح؟ انما انا عايزه اسالك سؤال، هو ما عرضش عليكي 50,000 جنيه عشان تكذبي وتمثلي معاه الترند؟ ما عرضش عليا انا، عرض على اللي بيشتغل معايا. يعني اتعرض عليكي؟ ما اللي بيشتغل معايا مش عليا يعني. مش معايا انا عرفت منين الولد اللي هو كان بيشتغل معايا. عشان يعمل ايه طيب الولد؟ هو زي مساعد يعني. ايوه يعني ياخد هو الفلوس يعني ولا مين اللي ياخد الفلوس؟ هو كلم الولد اشرف ده قال له تعال لي انا عايزك في الاوتيل ضروري. ده كان بعد الموضوع بيوم. راح قال للولد هدي لك 50,000 جنيه وتقول ان انا احنا انا لا يعني انا عايز اسالك سؤال. واحد جاء من يعني من معرفته كل هذه الشوشره، وكل ما تقابليه يطلع انت تطلعي بمصيبه لانك بتنكري اللي حصل، صح؟ ما دي مشكله. تطلعي بمشكله، تطلعي بكذبه منه، بتفتحي له باب بيتك تاني ليه؟ عشان واحد جاي عايز يعتذر وبقاله كذا شهر بيقول عايز اعتذر. الباب ده طب اعتذر يا ستي يعني ما يعتذر لك وهو في بلده وفي مكان تاني. لازم يجي جنبك يعني ويعتذر يا حوريه. هو عايز يبين للناس اديني اعتذرت لها وجايب لها مصحف وورده فالنتين عشان الفالنتين الشهر ده، وبيقول للناس وادينا خلاص بقينا اصحاب خلاص. شفتي الفيديو ولا لا؟ لا. الصور؟ لا. صور الورده الحمراء اللي اداها لك؟ لا. صور ايه؟ الصوره كانت على المصحف. الورده كانت على المصحف وانا خدت المصحف. ده كان بكتاب يعني ولا ايه؟ لا هديه جايه لي. اللي جاب ورده على المصحف؟ معرفش. هو ومصحف احمر وفي ايه ورده حمر. يعني ممكن اقدر اقول ان هو محترف ترتيب ترندات؟ لا معرفش. طب انت قلتي له ايه في بيتك بقى؟ قلت له ميرسي وخلاص وعفى الله عما سلف. واحد هانك وهان انوثتك
وطلع عليكي اشاعه وكذب عليكي وقلب اكبر بخاطرها، وبعد كده تفتحي له باب بيتك ويجي يديكي ورده وتقولي لي ميرسي؟ ولا للاسف. للاسف ايه؟ انا شخصيه كده، انا شخصيتي كده. شخصيتك ايه يعني؟ دهانك يا حورية. قعد 3 شهور عايز يعتذر، انا وافقت انه يعتذر. ومش ندمانه على انك انت وافقت؟ لا ما وافقت، مش ندمانه لان هو مفيش حاجه حصلت خلاص. مفيش باد فيلينجز من اي حد، محدش يقدر يعني يقول حاجه عليا عليا انا وهو، خلاص كل الناس عرفت. ما جرحتيش؟ ايه؟ ما جرحتيش لما قال بكبر بخاطرها؟ لا طبعا اتجرحت، اتجرحت بس انا عشان انا. وايه اللي جبرك انك انت ترجعي تكلميه تاني؟ ما انا برضه جرحته لما قلت له انا هقوم ارقص معاك وانت قصير كده ازاي؟ وانا برضه جرحته. بس انا بقول لك انا بقاله 3 اشهر بيحاول وعايز يعتذر، عايز يعتذر، عايز يعتذر، عايز يعتذر. هي كرامتك وانت حره فيها.